هذا البرنامج برعاية شيلفي باور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من أوتو برو وآخر أخبار السيارات في تونس وفي العالم. أليس اليوم موديلات تابعين الجام إكس نتاع بي دبليو دي إس يو في دونك الإكس 2 والإكس 3 وصلوا لتونس تقريبا في نفس الوقت وقرر باش نجربوهم هوني في بلادنا أن إيسي كومبلي مع قبل هذا كالعادة سمر. في حلقة اليوم من أوتو برو باش تكتشفوا الأودي تي تي آر إس جديدة لا بلو بويسون دي تي تي وباش تكتشفوا لا ليمو جيت كرهبة مي جيت مي أفيون وباش نقدمو لكم أن ريبورتاج على البي ام دبليو E9. في الأوكازيون أوتو برو اخترنا لكم كرهبة من عند الماركة الألمانية فولكسفاجن اون جولف 7 1 لتر 2 فينيسيون لاونج وما تفلتوش ليسي مع صدري اسكندر اللي جرب البي ام دبليو X3. كي العادة بتعرفوا كل شيء على الاكتيفيتي اوتوموبيل في تونس وفي العالم avec les news de la semaine. اليوم في الروبريك كلاسيك نقدموا لكم الكوبي اللي خذا اكبر نجاح في السبعينات لا بي ام دبليو E9. أول موديل ظهر عام 1968 مع 2800 CS كوبي جديد ومودرن بازي على 2000 CS اللي عملوا عليه التغييرات في الشاسي والمنظر. أهم حاجة الكابو اللي زاد 13 سنتي باش يولي أكبر ويقبر الموتور 6 سيلندر. الحرفاء متاع بي ام دبليو وقتها كانوا يلوجوا على الليغونس والسبورتيفيتي متاع الكهرباء، هذاك علاش الماركة الألمانية وفرت لهم ان كوبي دو لوكس مزيان برشا خاصة بالكابو والكوفخ الطويل. من القدام نلقاو ديفاغ مدورين وكالوندر سبيسيفيك بي ام دبليو انكروم، على جناب عندها اون ليني تمشي على كامل الكهرباء ودي سورتي دايغاسيون في الليزيل اللي يزيدوا في الاغريسيفيتي متاعها. Et 2800 CS خلى بلاصته لل 3.0 CS عام 1971، une mise à jour زادت في السيلندري متاع الكهرباء ووصلت لل 3 لتر بالموتور M30B30، موتور عنده دي بيرفورمانس عاليين يوصلوا لل 200 زيلة. عامين من بعد ظهر الكوبي لو بلو سبورتيف من E9، لا 3.0 CSL، موديل أخف 200 كيلو زادوا له دي بيس أون ألومنيوم كيما الكابو والبيبان. لا 3.0 CSL خذت اسم البات موبيل عند المغرومين متاع الماركة خاطر من برا نلقاو أن كيت تخي سبيسيال بالليلرون الكبير باغ شوك أيروديناميك ودي ديريف على الكابو. الكهرباء هذه صنعتها بي ام دبليو خصيصا باش تاخذ لومولوغاسيون للفيرسيون موتور سبور متاعها وتشارك في شامبيونات دوروب دي فواتور دو توريزم. المنظر ولا اغريسيف اكثر باللي زيلارجيسور والموتوريزاسيون ولات اقوى ووصلت ل 750 زيلة.
لا بي ام دبليو ان اف اليوم عندها قيمه كبيره عند لي كوليكسيونور وحتى الشباب اللي حاب يعمل دي موديفيكاسيون سامبل ومزيانين يعطيو للكهرباء روح جديده بدي جونت اكبر وغابيسمون يزيد يحسن في منظر الكهرباء. عودتكم بالخدمات المتنوعة اللي توفرهم في محطات الوقود متاعها هذاك علاش مشينا لستاسيون شيل المرسى وين موجود لو سنتر دو سيرفيس بوش باش نكتشفوا الخدمات متاعو هوني لي كليون تاعنا يلقاو سيرفيس رابيد اسونسيلمون باش يعمل لونتروتيان تاع كرابتو بزيت شيل شيل اليكس ينجم يلقى زيد دي بريستاسيون كيما فريناج سسبونسيون نعمل زيد لي بالي دي سوي غلاس لي بوجي معناها pratiquement ندورو على الكهرباء كل معناها avec un contrôle préventif pour chaque prestation يلقى زيد quelques pièces de rechange donc نحبو نقعدو ديما في la rapidité et la transparence donc client هنا بعد ما تتسجل كهربته ونعرفو شنو هي البريستاسيون اللازمه يلقى روحه au bout de maximum une demi-heure كرابتو حاضرة la propreté هوني ou la qualité ou contrôle qualité plutôt après la prestation c'est aussi important عنا نحنا في الصندق بالنسبة للبوش كار سيرفيس المرسى نحن نخدمو 7 sur 7 معناها تري ديسبونيبل دو 8 اور دو ماتان حتى ل 8 تاع الليل معناها من 8 ل 8 7 sur 7 افيك و سون بريز دو رونديفو معناها مرحبا بكم هنايا تلقى روحك تقد كرهبتك على عينيك لو تون اللي شربت قهوه تلقى كرهبتك حاضره فوالا L'équipe Drag Time Snap met une course mais une japonaise, la Cura NSX, et une italienne, Lamborghini Huracan LP610. Dakar comme elle dit, la Cura NSX fait un moteur V6 3.5 litres biturbo ou 3 moteurs électriques, mais avec un moteur de 581 Z. Lamborghini Huracan LP610-4 fiha moteur V10 5 litres 2 atmosphérique auto 710 zwayd. La course هذه تمتد على 400 متر en ligne droite. نخليكم تكتشفوا شكون ربح الكورس. Le constructeur suédois Volvo قدم une série limitée متاع SUV XC60 اللي مثل le best-seller متاع Volvo. Série هذه اسمها Initial Edition وباش يتصنعوا منها 300 exemplaires à Kahao basé à la finition Momentum. Les nouveautés اللي فيها الكل في الديزاين فيها des jantes de 19 pouces, des vitres latérales et arrière surteintées ou entourées بالchrome فيها زاد un pack éclairage ou pavillon anthracite في l'habitacle. Fast and Furious, la saga, elle est معروفه باللي كورس poursuite ou les scènes d'action, خرجت la bande annonce فيها les deux personnages, Hobbs and Shaw, et les homo bihom, Dwayne Johnson ou Jason Statham. I'm what you call an ice cold can of whoop ass. Career lawman, always gets his guy. We're gonna need to operate outside the system. Deckard Shaw. I'm what you might call a champagne problem. Rogue former MI6 agent. Doesn't play well with others. If we stand a chance against Brixton, you guys have to work together. No way. This guy's a real ass. This job requires stealth. الماركة الألمانية أودي خرجت لا نوفيل فيرسيون تاع تي تي ار اس لا بلو بويسونت دي تي تي
نلقاو تغييرات صغيرة في الديزاين، une grande calandre noire en nid d'abeille, lame avant en aluminium, des prises d'air jaune ou des sorties d'échappement ovales ou aileron redessiné موجود sur la malle arrière. تحت الكابو نلقاو نفس الموتور 5 سيلاندر TFSI قوته 400 زيلة ويوصل لل 100 كيلومتر في الساعة في 3.7 ثواني. وكالعادة لابوات استرونيك أسيت رابور سوم الأودي تي تي ار اس جديدة 240 مليون من غير ديوانة. في الفيديو انسوليت باش نشوفو اكسيدون تاع تسلا موديل اكس، لي بورت فالكون تاع لو اس يو في تسلا موديل اكس مزيانين و سبيكتاكولار اما ماهمش براتيك. في الفيديو انسوليت الثانية متاع اليوم باش نشوفو لا ليمو جيت كرهبة مي جيت بريفي مي ليموزين. البروجي هذا بدا عنده 12 سنة وقت اللي مواطن امريكي قرر باش يحاول لافيون بريفي متاعو الفواتور دو لوكس. لازال تنحاو وبالطبيعة لي رياكتور ما عادش يمشيو. لا ليمو جيت فيها موتور في 8 ودي رو دو 28 بوس. طولها 13 متر وارتفاعها 3 متر ونص. من داخل الامبيونس ذكرنا بلي بوات دو نوي وفيها 8 سياج اليني. سوم لا ليمو جيت 15 مليار توانسة.